في ظل الأزمة الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهالي الغوطة الشرقية ومحاجة أغلب الناس للغذاء التي تفتقره وجباتهم اليومية المعتمدة أصلا على منتجات محلية كالخضروات والبقوليات، فكان مشروع محطة أمهات الأرانب هو البديل الذي سعى إليه بعض الناشطين بالتعاون مع منظمات إنسانية لضمان غذاء صحي ومناسب للأهالي المحاصرين وتعويضهم بالبروتين الحيواني الضروري لسلامتهم الغذائية. نظرا لظروف الحصار المفروضة علينا نحن كأهالي القطاع الشرقية، لجأ أغلب الأهالي إلى تناول الغذاء الخالي من مادة البروتين، والذي يعتبر اللحم المصدر الأساسي لهم نظرا لغلاء سعره. لذلك قام بعض الناشطين في القطاع الشرقية بإطلاق محطة أمهات الأرانب، وذلك لتعويض نقص البروتين الموجود في الغذاء. ويأمل القائمون على هذا المشروع من الاستفادة من فراخ الأرانب في التغذية وتشجيع بعض الميسورين على التربية المنزلية، بالإضافة لمساعدة أكثر من 300 عائلة فقيرة في كل شهر، أي بمعدل 3 أرانب لكل أسرة محتاجة. هذا المشروع الأول من نوعه في سوريا، كانت بداية المشروع منذ الشهر الرابع لهذا العام. يهدف المشروع إلى إكثار الأرانب في الغوطة الشرقية. طبعا المشروع على عدة مراحل، أول مرحلة كانت مرحلة تجهيز المحطة وتجهيز الأقفاص أو البطاريات لتربية الأمهات فيها. ثاني مرحلة كانت مرحلة شراء الأمهات وانتقاء الأمهات وتجهيزها لتكون جاهزة لتصبح أمهات لإعطاء أجيال جديدة من الأرانب. رغم الكثير من الصعوبات التي قد تواجه المشروع، إلا أن إصرار القائمين عليه قد يكون أكبر من أي عائق يقف في وجه مشروعهم الإنساني. محطة أمهات الأرانب مشروع هو الأول من نوعه في سوريا، ولكنه بدأ في منطقة محاصرة ليرسل القائمون عليه رسالة مفادها أن نجاح كسر الحصار من الداخل قد بدأ. شادي العبدالله، الغوطة الشرقية، ريف دمشق.